رسول اللهم صلي وسلم عليه شو يقول؟ يقول إن سورة من القرآن 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة تبارك، سورة تبارك تذكرها قبل النوم أو تقرأها قبل النوم، هذه من السنن المهجورة، هذه من السنن المهجورة اللي تكلمنا عنها سابقا، يعني ما تأخذ منك وقت، تقرأها قبل النوم، منجية من عذاب القبر، منجية من عذاب القبر، هذا فضل عظيم جدا. يعني سورة بسيطة من 30 آية ما تأخذ من وقتك، والله حتى 5 دقائق، 5 دقائق ما تأخذ، تقرأها قبل كل ليلة تنام فيها. كثير منا يتثاقل الشيء هذا، والله كثير منا يتثاقل قراءة القرآن، كثير منا يتثاقل التحصين، كثير منا يتثاقل الأذكار. ولو يعني يرجع على ما يقولون العلم الأكيد والعلم الصحيح، كل هذا يعود في منفعته، في منفعته في الدنيا ومنفعته اللي هو الأهم في الآخرة. لكن على ما يقولون لا حياة لمن تنادي، لابد أن نفتح عيوننا، لابد أن نفتح قلوبنا، لابد أن نفتح عقولنا، لابد أن نحافظ على أذكارنا، على صلواتنا، على قراءة القرآن. والله يا جماعة الخير، القرآن شفاء لكل داء. الرجل اللي دائما يتعود على قراءة القرآن يصبح عنده عادة، يصبح عنده عادة جميلة جدا بعد القرآن، سبحان الله شيء. يا جماعة الخير، في حاجة مميزة في القرآن، مجرد أنك دائما تقرأ سورة معينة، يعني لو مثلا قلنا خلينا نقرأ الأسبوع هذا سورة الكهف، لو تقرأ سورة الكهف وتستمع لها والله العظيم تحفظها. مجرد أنك دائما تحاول أنك تستمع أو تقرأ حاجة معينة في القرآن أو آيات معينة والله تحفظها، وهذا شيء جميل جدا، هذا شيء يعتبر شيء مميز، يعتبر شيء مميز. الله سبحانه وتعالى فضل القرآن عن سائر الكتب، والقرآن فيه كل ما يحتاجه الإنسان سواء في دنياه أو في آخرته. فمثل سورة الملك، أواخر سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات اللي هي سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق، هذه كلها آيات وسور تعتبر قصيرة جدا. والله سبحانه وتعالى لا يريد المشقة على عبده، الله ما قال اقرأ سورة البقرة يوميا عشان أحصنك، تقرأ سور بسيطة، سور بسيطة جدا تحميك وتحميك وتقيك من كل شر. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصباحكم جميل.